إذا نظرة 6/6 ها؟ المفروض يعني شوفين أشوفك أربعة حسد. 6/6 بس أشوفك أربعة أقرأ الخبر. طيب ننتقل إلى فقرتنا الطبية وزراعة القرنية بتقنية الليزر. البيمتو ثانية تعتمد على استبدال موضعي للطبقات المصابة والتالفة فقط دون المساس بالطبقات السليمة، على عكس الطرق القديمة حيث كانت تعتمد الطرق القديمة بشكل أساسي على استبدال جميع الطبقات المريضة والسليمة بقرنية كاملة. وفي هذه الحالة تكون نسبة رفض وطرد القرنية المزروعة عالي جدا، وفي حالة قبولها فيتحتاج إلى فترة طويلة بعد العملية لاستعادة البصر. لنتعرف أكثر على تلك التقنية التي تحدثت عنها زميلتي زرقاء اليمامة، معنا الدكتور هاني سكلة استشاري وجراحة طب العيون. أهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. حننطق عين من اول الفقره. شكرا على الاستضافه. زميلتنا يعني تحدثت مها عن التقنيه. اولا قبل ان ابدا معك باختلاف هذه التقنيه عن التقنيات السابقه، فيمتو ثانيه اشرح لي اياها دكتور، ليش سموها فيمتو ثانيه؟ الفيمتو ثانيه هي وحده زمنيه، يعني زي ما نقول مثلا الكيلومتر هو 1000 متر. فالثانية لما تتقسم إلى فيمتو ثانية، الفيمتو ثانية بالنسبة للثانية بالضبط زي الفرق بين الثانية وال 32 مليون سنة. متخيل بقى الثانية اتقسمت لقد إيه؟ يعني شيء متناهي في الصغر. يعني شعاع الضوء بيلف حوالين الكرة الأرضية 8 مرات في الثانية الواحدة، لكن شعاع الضوء بيعبر شعرة واحدة في فيمتو ثانية. يعني الزمن اللي بيقضيه في مرور. طب دكتور اشرح لنا بالضبط ما هي هذه التقنية وكيف تعمل؟ التقنية هو ليزر سريع جدا بيطلع 3 مليون طلقة في الثانية الواحدة، عشان كده الوحدة الزمنية للطلقة قصيرة جدا، فبالتالي بيعتمد على ان الطاقة كبيرة في زمن قصير بتخلق فراغ هوائي في الأنسجة. الفراغ الهوائي ده احنا بنقدر نتحدد في شكله وفي عمقه داخل الأنسجة، وبالتالي بنستعمله كمشرط جراحي. طيب. بس مشرط بالليزر ودقيق ملايين المرات عن اليد البشرية، في انها مهما كان الجراح ماهر مش هيقدر يتحكم في شكل الجروح والقص، بالذات في عمليات زي زراعات القرنية بنحتاج نقص الجزء المريض في عين المريض، وبنشيل جزء مشابه له بالكامل من العينة اللي احنا جايبينها من متبرع بيكون متوفي طبعا من بنك عيون. فبالتالي لازم يكون اللي اتشال مشابه للي هيتزرع علشان يحصل تطابق، وبالتالي يحصل التئام سريع، وبالتالي المريض يستعيد بصره في زمن قليل جدا بعد العملية، ممكن بعد أسبوع أو أسبوعين. في عكس عمليات زراعة القرنية اليدوية ممكن المريض يحتاج 6 شهور قبل ما يبدأ يشوف. عملية الجراحة وتأثيرها على العين، أنت تقول الآن 3 ملايين طلقة في الثانية، أليس هذا يعني قوة كبيرة على العين؟ هل تتحملها العين أم أضرارها يكون عنها؟ هي ليس لها أضرار إطلاقا، لأنها نتيجة تعرض العين لهذا الكم من الطلقات في زمن قصير جدا بيعمل فقاعات هوائية. الفقاعات الهوائية بشكل ميكروسكوبي دقيق جدا بيفصل أنسجة العين، فبالتالي بمجرد مرور 20 دقيقة الهواء ده بيكون امتص ورجعت الأنسجة لشكلها الطبيعي بالكامل مثل ما هي، فما فيش أي ضرر لا حراري ولا ضوئي ولا على بقية أنسجة العين المجاورة. العمل وتأثير الليزر فقط في الطبقة الموجه لها. طيب الدكتور ذكرت أنه فصل القرنية المصابة وكذلك الرقعة التي سيتم وضعها عليها قد يكون صعب جدا أن يتم بمهارة، فما هي نسبة نجاح مثل هذه العملية بتقنية الفيمتو ليزر؟ يعني تقليديا العمليات زراعة القرنية كانت نسبة النجاح فيها 85%.
ودي في احسن ظروف المريض والدكتور والرقعه اللي تم زراعتها، يعني في احسن الظروف كانت نسبه النجاح بتوصل الى 85%. دلوقتي نسب النجاح عدت ال 97%، ودي نسبه كبيره جدا. نسب النجاح دي يعني طرد الجسم للرقعه بيقل، الانحراف والاستجماتيزم اللي بعد العمليه بيكون اقل، الفتره اللي بنحتاج نسيب فيها خيوط جراحيه بتكون فتره زمنيه اقصر، الخيوط الجراحيه اللي بنحتاج نخيط بيها الرقعه اللي زرعناها جديد مع عين المريض عددها بيكون اقل، فبالتالي الشفاء بيكون اسرع. فكلها من الناحيه بالنسبه لوقع كل هذا في النهايه اللي يهمنا المريض وراحته ان هو يحس بفرق. هذا اللي انا بدي ايضا نسالك دكتور، يعني عمليه ما بعد العملية، البعض ربما يعني الآن حتى من هم مصابين بالقرنية ويريدون استبدالها يخافون من إجراء العملية الجراحية، ما بعد العملية الجراحية، عملية الطبابة، الأذن تسبق العين في السمع والاقتناع. للأسف الشديد في فعلا يعني نوع من أنواع الثقافة المنتشرة اللي هي بتقول إن زراعة الأعضاء البشرية دي يعني شيء مزعج ومؤلم، وبيبقى حياة المريض بعديها دايما متأثرة بشكل سلبي ومش قادر يمارس حياته بشكل طبيعي. ده مش حقيقي بالنسبة لزراعات القرنية لعدة أسباب. أولا القرنية يعني النسيج الوحيد في الجسم اللي ما فيهوش أوعية دموية، فبالتالي نسبة طرد الجسم للقرنية ما نقدرش نقارنها بنسبة طرد مثلا كلى أو كبد أو النخاع الشوكي أو أي أنسجة أخرى. فبالتالي شفاء المريض بيكون مضمون. المرضى عندهم انزعاج من كلمة زراعة أعضاء، متخيلين ان هم هيتحولوا بعد كده الى شبه عجزه مثلا، او عندهم حاجات بتعوقهم عن ان هم يعودوا لحياتهم بالكامل، وهذا غير صحيح اطلاقا. عمليه زراعه القرنيه بنجريها في ناس ما عندهاش اوريدي عندها البصر متاثر بشكل بالغ وشديد، واوريدي خلاص مش قادرين يمارسوا حياتهم، وبعد زراعه القرنيه بيعودوا بالكامل الى حياتهم الطبيعيه في خلال ايام. يرجع النظر 6 على 6 ولا يرجع 6 على 6 بس على مراحل. يعني احنا بعد ما بنشيل الخيوط الجراحيه قد يتبقى للمريض نوع من انواع الانحراف او الاستجماتيزم في القرنيه، ممكن نصلحه تاني زيه زي اي مريض تاني بيعمل عمليه ليزك مثلا. جميل، ان شاء الله كل الناس نظرهم 6 على 6. وشكرا لتواجدك معنا يا دكتور، يعطيك العافيه. كان معنا دكتور هاني سكلا استشاري طب وجراحه العيون. شكرا شكرا. We'll be right back.